طيب ابتدي مع حضرتك دكتوره سحر، اتفضلي. لانه ملاحظ والحمد لله يعني ان البرلمان المقبل فيه وجود قوي للشباب وللمرأة. وللمرأة مش بس بنتكلم على القوائم هتدخل يعني تبقى ضمن التصويت ويكون ليها مقعد، لكن على المستوى الفردي كمان شفناها بقوة في الجولة الأولى. وجود المرأة في المشهد الانتخابي وثقة المواطن، يعني قبل كده يقول لك إيه الراجل هدي صوتي في ست تمثلني تحت القبة، شايفة المفهوم ده اتغير؟ خاصة أنا برضو عايزة أقول للسادة المشاهدين دكتورة سحر، وإحنا بنتكلم على أنه لازم يكون في معرفة وشغل على الأرض قبل ما أفكر في الترشح، دكتورة سحر كانت رئيس المجلس الشعبي المحلي لمدينة نصر لست سنين، يعني أول امرأة وما شفناش بعد كده حد، فكونك برضو طالعة من المحليات وهندخل على البرلمان، شايفة ده إزاي؟ أنا شفت المشهد في المرحلة الأولى بعيدا عن القوائم نسبة المرأة ما زادتش عن 2%، اللي هم أربع سيدات اللي نجحوا ما زدناش عن 2% المعهودة في التاريخ المصري. إنما أتمنى في المرحلة الثانية إن المرأة المصرية تهم بينا والشباب يهموا معانا ونبقى أكتر من كده. طبعا هيبقى في مجموعة من الترشيحات السيد الرئيس ومجموعة من التعيينات لما بقول التعيينات، وبالنسبة للقوائم هيبقى في عندنا حوالي 74 امرأة. أتمنى إنهم يكونوا 100. أتمنى إنهم كونها إنها تخوض المعركة الفردية على المقاعد الفردية بقوة في المرحلة الأولى برضو، فدي برضو بدينا دلالة حتى لو مثلا ما كتبش ليها النجاح، شايفة ده إزاي؟ الطموح موجود، بس دايما المرأة بيقابلها كذا تحدي، البلطجة والمال السياسي وبعض النساء ذاتهم والموروثات والمعتقدات اللي موجودة في المجتمع. كل ده بنقدر نتغلب عليه بالمصداقية والحقيقة. الست دي ست كويسة، بتقدر تنزل، بتقدر تقعد في النادي، وبتقدر تقعد على الكافيه، وبتقدر تقعد في القهوة. الست دي بتقدر تتواصل وبتقدر تأدي دور زي دور الرجل بالظبط، بس زايد عليه إن هي بتتميز ببعد اجتماعي أكتر من دور الرجل. طيب. دايما عندها البعد الاجتماعي. النقطة اللي أنا اتكلمت فيها من المجلس الشعبي المحلي لتجربة الانتخابات البرلمانية، ده بيدي يعني إسراء حضرتك المجالس الشعبية المحلية ومدرسة النقابات اللي أنا بنتمي لها، النقابات العمالية اللي أنا بنتمي لها. حضرتك كنت نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائب أول للنقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، كان قوامها 850 ألف عضو. طبعا دي المدرسة الحقيقية لتعلم السياسة. السياسة مش حمى بنلاقيها واحد كبر في السن ويقول لك انا فاضي وهنزل السياسه. السياسه مش حمى، السياسه تدرج. انا بعرف اعمل طلب الاحاطه، بقدر اطرح سؤال، اقدر اخد الكلمه، عندي مفاهيم سليمه للاداء البرلماني بشكل مصغر كان في المحليات، ومش انا وعلى مدى التاريخ كله بتلاقي اللي طالع من المحليات اداؤه انجح من اللي مش طالع من المحليات. بس اداء المحليات عليه طبعا علامات استفهام كتيره. لا، الاداره المحليه شيء والمحليات شيء. المحليات احنا اشتغلنا في ظروف سيئه وما زالت، ان احنا لا عندنا استجواب ولا عندنا حاجه ولا عندنا ميزانيه منفصله. ما ده اللي احنا بنطمح فيه في مجلس النواب القادم، ان اول شيء انه يناقش فيه قانون الحكم المحلي. عايزين قانون حكم محلي يتسم باللامركزيه. حضرتك انت عارفه ان الخدمات المحليه اللي بتقدم للمواطن من المهد للحد، مرورا بكافه الخدمات للغني والفقير، ده طبعا عايزين لا مركزيه. 12 اداره، 12 وحده خدمات موجوده في كل محافظه، عايزينها تتمتع بلا مركزيه.